بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يسعدني ويشرفني في هذه الليلة الطيبة المباركة أن ألتقي بعد غياب يومين عن أستاذي ومعلمي الأستاذ نصحي عبد العزيز أبو النجا، مدير إدارة الخطة والمتابعة بإدارة الأزهر الشريف بالمنصورة سابقا، في الحلقة 26 من شرح كتاب غفران الذنوب وتنوير القبور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أظن ما حدش هيقول لنا أنت كنت بتشرحه منين بعد كده، ولا الأخت اللي جت بتسأل بتقول الشيخ اللي جنبك ده بيشرح بيقول من كتاب إيه؟ أنا برضه بعذرها بعد إذنك، العذر صغير ربما تكون إن هي أول مرة تشوف الحلقات. ربما جديدة، ربما جديدة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحلقة اليوم شيقة ممتعة جدا من بدايتها لنهايتها، وهي بعنوان حلقة الحمير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه علاقة الحمير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنشوف وهنجيب جميع قصص الحمير في تاريخ الإسلام إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحول وجهه، تحول وجه أبي إلى وجه حمار. أعوذ بالله. فأنجته الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صاحب كتاب خزينة الجواهر: رأيت رجلا في موسم الحج يطوف حول الكعبة ويكرر ذكر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بدل ذكر الطواف الذي يأتي به سائر الناس. قلت له: لماذا لا تأتي بذكر الطواف كالآخرين؟ قال: لأني تعهدت مع نفسي بأي صورة وحالة كنت فيها ألا أقول شيئا سوى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال: لقصة عجيبة حصلت أمام عيني. قلت له: وما هي؟ قال: عندما توفي والدي رحمه الله صار وجهه كوجه الحمار. استغفر الله العظيم. أصبت بدهشة كبيرة وتألمت، لماذا يموت أبي بهذه الصورة؟ وماذا كانت أعماله لتحول وجهه إلى وجه حمار؟ لا إله إلا الله. بقيت متألما ومتأثرا جدا إلى أن صار الليل ونمت في عالم المنام. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، تألقت به وطلبت منه الشفاعة لوالدي في المنام، وأن يقول لي سبب تغير وجه أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أباك كان يأكل الربا، لهذا تحول وجهه إلى شكل وجه حمار، ولكن لأبيك عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ وأنه كان يصلي علي ليليا 100 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ينام، ولأجل عمله العظيم هذا سوف أتشفع له وأرجع صورته بإذن الله إلى حالته الأولى. قمت من نومي ونظرت إلى وجه والدي وإذا به كوجه القمر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا به كوجه القمر يتلألأ، فلما أخذته إلى المقبرة للدفن كأني بهاتف يهاتف في أذني يقول: إن المغفرة والرحمة والإلهية جاءت لأبيك بسبب حبه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته الطاهرين ولكثرة صلواته عليهم. بعدما رأيت هذه الحالة بعيني قررت ملازمة ذكر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد في أي حال ومكان كنت فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موجز هذه القصة أن هذا الرجل كان يعمل بالربا والربا فيه استغلال للناس وعدم تقدير لمواقفهم وأزماتهم. فالإنسان المسلم الموحد بالله حينما يكتب في بطاقته أو جواز سفره أو هويته أنه مسلم ويكون منفصل عن تعاليم الإسلام ويعمل عمل من السبع الموبقات أكل الربا ده. أعوذ بالله. ده معناه إيه؟ معناه إن هو أصلاً القرآن في بيته ولا يعلم ولا يفقه. ممكن يحفظ القرآن وفي ناس بتحفظ القرآن ومش على المستوى الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى منه. يبقى ده بيمثل عن ربنا يعني قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أثقال. الحمار لما يكون شايل كتب مش عارف ايه اللي في الكتب او شايل ومشي وخلاص. يعني احنا عندنا مثلا لما جه الاسكندر الاكبر في مصر وحرقوا مكتبة الاسكندرية اخذوا المخطوطات اللي في مكتبة الاسكندرية حولوها الى ايطاليا وقامت على الكتب كتب مكتبة الاسكندرية والتاريخ المصري القديم قامت عليه الحضارة اليونانية. تعرف كانوا واخدين الكتب عليه 28 جمل 28 جمل محملين الكتب من مصر الى مكتبة الى الروم. الجمال برضو مش عارفة شيء بيه. يعني الدواب ممكن تحمل حضارة أمة كاملة. فالإنسان لما يكون عنده علم أي علم ولم يعمل به كمثل الحمار يحمل أصفار. لذلك أنا بكره الجهل جدا وبحزن جدا لما يكون فيه رسائل فيها رائحة الجهل. احنا بنقول في انوار الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وما زال يا شيخ مصحي ناس بيسالونا يقول عندي اسحار عندي 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 ناس بتعشق الجن والعفاريت ومعتقدين ان حالهم متوقف عشان كده. ده جهل. ما يعرفوش قيمه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لو عرفوا قيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هيعرفوا ان احنا ملناش علاقه لا بسحر ولا بأي شيء من ذلك. هذا الرجل الذي كان يعمل بالربا حينما مات حول وجهه لوجه حمار. لما الواحد يكون والده أو والدته يتحول وجههم إلى صيغة ثانية والناس قاعدة حواليه ده كشف العورة الإنسان. لأن المفروض من السنة حينما يموت الإنسان مباشرة إن أنت تسجي يعني تغطي وجهه. غطي وجهه ليه؟ لو كان عمله حلو بيبتسم هيتحسد. ويتحسد أهله، يتحسد إزاي؟ أه ممكن وأنت ماشي بالنعش يقوم واقع بالنعش. عورته حصلت لناس كتير. ناس صالحين شوف وجه أبويا شوف بيبتسم شوف بيضحك شوف كذا كذا. وهم طالعين من مسجد الوضوء بيتنقض والام النعش مقلوب على الارض ولا في ميه مطر ولا حاجه بتبقى شكلها مش كويس. اذا هذه المبشرات اللي بيغسل الميت المفروض يكون امين ما يذكرش الاحوال لا بخير ولا بشر الا بعد تشييع الجنازه وبعد الدفن يذكر المحاسن فقط. لان في اشياء داخل القبور ايضا فيها فتن كثيره. الرجل أصبح في حيرة لما أبيه مات وتحول وجهه إلى وجه حمار. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له إن والدك له عندنا
عمل صالح، كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة 100 مرة. طب واحد يقول له هو بيصلي على النبي 100 مرة، الصلاة على النبي دي ما منعتوش ليه من الربا؟ عشان يكون حاجة لنا نتأسى بها. الرجل وجد وجه أبوه يتلألأ نورا، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة علي نور في القبر، ونور على الصراط، ونور يوم القيامة، ونور في الجنة. طيب النور ده كنت انت هتشجع حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ لولا انت كنت هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ الراجل نفسه بيقول لك يعني انا ما كنتش مصدق، عارف ان الصلاه على النبي لها كرامات كده. ولا تحضرنا حاجه يا شيخ نصحي غريب. فيه راجل من كبار الشخصيات في الدوله في مصر. الراجل ده يعني في السلك السياسي، مش بنقول اسمه ولا حاجه. زوجته كانت هتدخل مستشفى الامراض النفسيه. الراجل عمل يعني حساس جدا، وما عندوش وقت الا للصلاه بس، ذكر الله، وما فيش في دماغه. طفوا بزوجته على الاطباء، ما فيش نوم. وعندها حاجه في الزور هنا يعني النطق اكاد ان هو ينقطع. فهم قالوا تعالوا نوديه للدكتور سمير. قال انا ما بعتقدش في الكلام ده، اللي تجيبه كان له هنا حال صعب جدا وربنا رفع عنه. قال له يا عم، قال له ما بحبش لا الدجالين ولا المشعوذين ولا الناس اللي بيقولوا يقرأوا قرآن على الناس ولا كذا، ويعملوا شويه ميه، لا شويه عسل، ويضحكوا عليهم. ها انا نفسي ما شفتش حد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتش عنه ان كان بيعالج بالسحر والجن. سمعت عنه؟ لا مفيش. ها طب فيش كليه في مصر او في اي دوله عربيه اسمها كليه العفاريت؟ لا طبعا. ولا فيه معهد؟ انت سيادتك كنت في الازهر، عندكم في فرع الازهر فيه معاهد ازهريه للجن والعفاريت؟ لا طبعا مفيش. والسحر الناس دول اتعلموا فين؟ مش عارف والله. الناس اللي بتروح تتعالج، بتروح واحد بيروح لطبيب يقول لك عايز طبيب مخضرم بيكون عنده خبره. هذا جهل. طب انت بقى لما تروح للشيخ بقى واخد شهاده في العفاريت وعنده خبره بقى له 20 سنه، جاب الشهاده دي منين؟ إيه؟ ما يعالج نفسه الاول، كان عنده نقص في حياته يعالجه. صح. مش الجن والعفاريت بيسرقوا؟ ومحضرهم؟ طب ما يخليه بدل ما ياخد فلوس من الناس ويمد ايده على الناس، ما يسخر الجن يسرقوا الخزنه بتاع بنك مصر ولا بنك القاهره ولا البنك المركزي. ها؟ ويجيب له فلوس ويقعد ويركب عربيات ويجيب له طياره ويعمل كده. ها؟ ولا يسرق الاسرار الحربيه اللي هي في اسرائيل يوزعها على الدول العربيه ويقول دول بيخططوا لكم اهو. بس. كل ده جهل، بقول لكم انا بكره الجهل. فالراجل جاله حق، من كتر ما شاف من الناس التعبانه ديت جاب زوجته. هو شاف وضع لا نقول عليه يعني، أول ما دخل هي زوجته قامت سليمة 100%. بفضل الله. خلي بالكم ممكن ناس هنا تيجي وتقعد شهر وشهرين تتردد علي وتتعب زيادة، لكن في حاجات كرامات للصلاة على النبي ربنا بيظهرها لمين؟ من أجل واحد تاني، مش من أجل أنا، من أجل واحد تاني. يعني ده اصلا مش مقتنع عشان ربنا يصحح عقيدته، قلنا له الصلاه على الرسول ما فيش الا هي، وتعالى نعمل جلسه وصلينا على النبي، وقامت صوتها 100%، وكان عندها غده هنا معلش موجوده. ها وبعدين حست ان هي كانت فيها كانها في الجنه. ما شاء الله. وقام قال امنت بالله والراجل هيك. ها؟ قلت له لا انت جيتني هنا ولا اعرفك ولا تعرفني، انت تدعي لي بس، لا بناخد فلوس ولا بناخد هديه ولا بناخد مصلحه حكوميه. ها؟ كل شويه كل شهرين ما يتصلش بيا لان الاتصالات ممنوعه له يعني.
يبعت واحد يطمن علي يعيش حاجة لا شكر. طب ايه الحال؟ قال الرجل ده بروح السوبر ماركت يصلي على النبي، يدخل يصلي على النبي، بيمشي في شبه جزيرة سيناء يصلي على النبي، بيروح هنا يصلي على النبي، في ديوان الرئاسة يصلي على النبي، كل حياته كلها يصلي على النبي، ويخاف يقطعها لحظة واحدة يقول أنا شفت بعيني محدش قال. صلى الله عليه وسلم. لو احنا بقى كنا بنتبر كنا قلنا له هات مثلا 100,000، هات نص مليون، هات ربع مليون، نعمل حاجة للقناة. لا، في حالة المرض ما ينفعش حد يجيب حد. صحيح كده. إلا إذا كان برغبته بس ما يربطهاش بالإيه؟ بالمرض. فهنا الناس ما بتصدقش دي اللي بيروي القصه، بيقول لك ابويا اتحول رجل ابو حمار، انا شفت بعيني ودي سبب ان انا بصلي على النبي كتير. صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا بقى نشوف، هل ممكن الانسان كده لو ربنا خلقه الف صوره بالاكرام؟ قال تعالى: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. الانسان وجهه اهو يتحول لحمار ورا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ اما يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يحول الله ايه؟ وجهه الى وجه حمار. وجهه الى وجه حمار. او في روايه ثانيه تكون صورته كصوره الحمار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فيه بقى راجل من أهل البصرة، ها؟ بقول بينما نحن نسير بين البصرة وفي مياه البصرة إذ سمعنا إيه؟ نهيق حمار. نهيق حمار. نهيق حمار. فقالوا: ما هذا؟ قال: هذا رجل يخرج من يعني يصح من قبره 3 مرات في الليل وصوته صوت الحمار. قالوا: ما هذا؟ ما كذا يفعل؟ كانت له أمه، فحينما كانت تعظه وتجعله يكف عن الحرام قال لها: انهقي نهيقك، يعني اعملها كانك حماره بتعمل صوت. قالت له: اللهم حول وجهك في اخر حياتك الى ايه؟ الى حمار. وذكر ابن ابي الدنيا في كتاب له طيب جدا اسمه مجاب الدعوه. مجاب الدعوه يعني كل الناس اللي ربنا تقبل دعوه حوله، هتلاقوه على النت، سيفوه واحفظوه واقرؤوه. مجاب الدعوة ذكر ابن أبي الدنيا أن فعلا ممكن الإنسان وجهه يتحول إلى وجه إيه؟ إلى وجه حمار. أيضا ممكن يتحول لوجه كلب. فيه راجل كان كل ما يسمع الأذان يقول: أسكتوا هذا الكلب. ودي ذكرتها في حلقة الإعجاز العلمي والأذان في قلب الإنسان على قناة الفتح الفضائية عام 2013، المستهزئين بالأذان، قصص المستهزئين بالأذان. فهذا الرجل لما مات كان له أخ صالح جدا، أخوه الصالح ده بينحج الموت، قال: أنا هنحج أخوي. فدخل القبر يلحج أخوه فزع وخرج لا يستطيع ان يسلم على الناس. اتصل بزوجة اخيه، قال لها: انا رأيت عجبا لاخي، ماذا كان يفعل؟ بتقول: كلمتني ببرود. ماذا كان، ما هو حاله؟ ماذا رأيت؟ الله، رأيت تحول وجهه كوجه ولم ينطق الكلام. قالت له: ماذا قل؟ بقول: لقيتني ببرود، الناس تبكينا وتصيح، وزوجة أخي إيه؟ لا تبكي ولا تصيح ولا زعلانة عليه ولا أي حاجة. هي كانت تقول كلب ومات وخلاص. فبعدين قال لها:
لما بقول لما احسست ان عندها برود ولا تبكي وليست حزينه والموت عندها ليس مفاجاه، قالت ان اخاك كان يرفض الصلاه مطلقا، وحينما كنت اقول له صلي لله كان يضربني، وحينما كان يسمع الاذان يقول اسكت هذا الكلب كي انام على المؤذن. فالذي رايته في المنام من جنس عمله، الذي رايته في القبر، يبقى الراجل برضه الانسان من جنس عمله. جنس عمله ايه؟ اللي بقول لامه انهقي نهيقك تحول وجهه الى وجه حمار، واللي قال للمؤذن اسكت هذا الكلب وكان يرفض الصلاة تحول وجهه إلى وجه إيه؟ وجه كلب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لنا أما يخشى أحدكم، يعني محدش خايف. طب تعالى بقى، في واحد قال إيه؟ قال مش مصدق كلام النبي. ده مش مصدق كلام النبي؟ أيوه قال مش مصدق، هو اللي بيحكي عن نفسه. كان رجل من علماء الحديث في دمشق، وسافر إليه رجل من أهل العراق ليتعلم على يديه. فالرجل اللي قام أهل العراق بيقول إيه؟ كان يعلمني الحديث النبوي وبيني وبينه حجاب مثل ستار، يعني إيه؟ بحيث محدش يشوف التاب. قال له من شروط إن أنت تتعلم أعلمك؟ قال له ما نشوفش وش بعض. فالراجل بيقول لما علمت حرصه على الحديث صارحته بالحقيقة، فكشفت وجهي فرآه وجه حمار. قال له أرأيتنا؟ قال كنت لا أصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أرفع رأسي قبل الإمام، فتحول وجهي إلى وجه حمار. يبقى اذا انت ما تجيش عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتجرب معاه، استهزئ بيه. لا، واوعى تيجي عند الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتجرب. طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبقى خلاص. عندنا ايضا في اهل العراق رجل لما قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسون إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وحديث آخر إيه هو؟ إن حلقة إن إيه طالب العلم ما تحفهم الملائكة بأجنحتها. قال الملائكة بتحف الناس بأجنحتها في المسجد؟ طب أنا هعمل أبقاب، يعني مداس، يعني حذاء من الخشب، وحط فيه ايه؟ مسامير، دق فيه مسامير، بحيث يكون الراس المدبب ايه؟ مسمار الدق هنا والراس المدبب بتاعه. ودخل المسجد قال والله لاحطمن اجنحه الملائكه بقدمي. شفت الغباء والجهل. بيقولون والله حينما دخل المسجد وقع صريعا كالخشب الملقى على القهر. وقع مشلول وخرجوه مشلول لا يتكلم. الله اكبر. فاحنا القصه دي يا جماعه الخير يا احباب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي عنده مرض وطال المرض اوعى يقول لك انا جربت وما نفعتش. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا عليه فانها زكاه لكم، وقلنا تاخير الاجابه خير وزياده درجات وحسنات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال طالما زكاة لكم تطهير لأجل. والله لو كان عندكم يقين بالكلام اللي بنقول أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا المديون يسد الدين، والمسجون لا يخرج، واللي محروم من الذرية لا يرزق، والمريض لا يشفى. ولكن أنتم تتعجبون وتجربون وتستعجلون. ألا تصح التجربة؟ نعم. لا. أترككم حتى لا تطيل الحلقة، إلى لقاء الله وأمنه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. وبعنوان المشفعون والمشفع لهم بفضل الصلاة على النبي صلى الله, عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.